مشاهد الخراب والدمار ما زالت تشوه بعض المناطق لمدن محافظة الأنبار، وأحبطت آمال العودة لبعض العائلات الأنبارية التي تتأمل إلى اتخاذ إجراءات جدية تساهم في عودتهم إلى ديارهم التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية. أسباب تأخر تعويض أبناء الأنبار تعود لمماطلة اللجان المركزية في بغداد في صرف مستحقاتهم. والله قاعدين من الضيم، ما عندنا بيوت، ما عندنا مكان قياعين، ما عندنا كل شيء، ما عندنا لا حول ولا قوة، وقاعدين بهالانقاذ، وانقاذ والله بها كل شيء، بها حياة جاي تطلع لنا، عقارب تطلع لنا، كل شيء جاي يطلع لنا، جريكانات بيها جاي يشوفون بيها. ما تخافون على اطفالكم؟ والله نخاف، شو نسوي من الضيم، وين نروح؟ ليش قاعدين بيوتكم؟ ما عندنا بيوت، بيوتكم مفلشه؟ ما عندنا، اي والله مفلشه بيوتنا وما عندنا بيوت. تعويضات؟ تعويضات للروح، علي يريد دفاتر من عندنا، واحنا ما عندنا كل شيء، منين نجيب؟ لان منطقه موبوءه، والله موبوءه، وحتى امراض سرطان والله صارت عندنا بالله العظيم. وتعويض ما تعوضنا، وناس قاعده بالشمال ترى لحد الان، هاي شوف هاي البيوت، هذا مو مهجور اللي وراي كلها، وانهجرت ولا لحد انطانا تعويض. الزنقين ينطونه، انا اقول لك يروح يتوسط ينطونه، والفقير ما واقع بيها كلها عوائل. هسه عالم قاعده حتى بالانقاذ من الضيم لحمر، شقته واقعه وما عنده بيت، مهجر قاعد اللي بشقه زين، حتى قاعد يسوون دروج على الثالث، وهي ما يعرف عنها، كل شيء يجي جاب درج نصب وحط، ما يعرف عنها مفخخه ما مفخخه، شيء تو عائلته بيها. اخر الاحصائيات التي اقامتها لجان تقييم الاضرار الناجمه عن العمليات الارهابيه والعسكريه، والتي ضمت ممثلين عن الحكومه المحليه في الانبار والمنظمات الانسانيه، بلغت اكثر من 250 الف دار مهدمه. وملف التعويضات وملف مهم جدا وشائك، عملنا في هذا الملف من عام 2016 ولحد هذا اليوم، يعني اعتقد نسبه التعويضات او نسبه المستفيدين من التعويض قليله جدا اذا ما قرنت من نسبه الاضرار التي لحقت في المحافظه. املنا ان شاء الله ان تكون هناك جهد كبير من البرلمان، اللجنه الماليه، وكذلك ايضا وزاره الماليه، ان تكون هناك اموال اكبر من المخصصه سابقا للجنه التعويضات المركزيه، وكذلك ايضا لتعويضات اللي اقل من 30 مليون دينار عراقي والمحدده بالقانون والتي ترفع من قبل المحافظه، وبالتالي اعتقد بامكاننا ان نحل العدد الاكبر من هذه الملفات العالقه في المحافظه. وبحسب المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها، إن نسبة المعاملات التي تم رفعها إلى بغداد وصلت إلى أكثر من 80 ألف معاملة، فيما وصلت عدد المعاملات التي تم الموافقة على تعويضها لا تتجاوز 30% وفق آلية معقدة. عامر محسن، قناة دجلة الفضائية، الأنبار. انتهاكات قاسية بحق المعتقلين داخل السجون العراقية، وسياسة الإذلال والاضطهاد تنتهج ضد المعتقلين، شهادة أدلى بها شقيق أحد المحكومين في السجون العراقية. اليوم أنا ما أريد خدمات، أنا شنو فائدة الخدمات وأني من كل بيت عائلة منكوبة، من كل بيت واحد رايح، أنا من ولد عمي ومن أعمامي، كثير من المعتقلين وكثير من المغيبين، أنا أخوتي معتقلين صار 16 سنة ما شايفهم، يعني حتى والله حتى ناسي اشكالهم. تحكي ويا السياسيين يقول لك الانتخابات جت وراح ندخل وفق هذا القضيه اللي يضحكون بيها على الناس، مو من مصلحته يطلع سجين، لان هذا راح يطلع راح ياثر عليه ماديا، هو ما يهمه هذا المعتقل من وراه، وراه عائله، وراه ام، وراه اب. يعني كارثه. شنو المصلحه؟ المصلحه هناك يوميا يرصد من 15 الى 20 دولار للمعتقل الواحد اطعام. وهو ما يصل من هاي ال 15 او 20 دولار، ما يصل بقدر دولار ونص، هذه كلها اللي يجوب الفاسدين. اذا انا بالنسبه لي اروح واسكت وما احكي بهذا الملف وغيري يسكت، ذولا منو لهم بالسجن؟ اما المخبر السري فقد تسبب بزج عشرات الالاف في السجون العراقيه بدعاوى كيديه، وذو ضحاياه يطالبون بانصاف ابنائهم المعتقلين ظلما. شهر العاشر قبل الانتخابات بثلاث ايام. ثلاث ايام او اربع ايام بهالحدود. فخشوا علينا الظهر، رحنا بدنا نتغدى الامن الوطني قالوا. زين. انا ما شفت سياراتهم لان احنا بالبيت بداخل البيت. فقالوا الامن الوطني، طلع ابني وطلع حفيدي. زين. ف
فحتى حفيدي يعني هم ضربه بطلقه يعني هو هذا الامن داخل البيت ضربه بطلقه ولفيت لهم البوشات وحطيتهن وانطيتهن للمكان اللي هو بيه للمحامي فكلها راحت يعني هاي اليوم 8 اشهر وهذا الشهر التاسع يمكن يعني التاسع. اخذوا بس ابنك لو كلهم اخذوهم لا, لا 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 بس ابني قاضي يقول هو كتب له براءة ما لم تكن عليه دعوة أخرى هم تدرين ملفات الأمريكان كلها انطتهم إياه ابنك كان ليش يعني معتقل سابقا؟ معتقل عند الأمريكان إيه زين يعني تقبل غيرتهم كافي فرجوا عن هالشباب وفرجوا وابني من طرفهم مو بس هم مو بس ابني كلهم ثلاث أرباعها ظلم ثلاث أرباعها كذب كذب ثلاث أرباعها كيديات ثلاث أرباعها هم دا ينطون فلوس للمخبر وينطون لذاك وينطون لهذا طبعا هذه الناس أكو ناس ما عندها لا ذمة ولا ضمير ولا تخاف من كلام الله صار لو ينطوني ملا هذا حلف كلام الله كذب ما حلف. ندى المرسومي من بغداد قناة دجلة. 30 واحد اجتمعوا علي وقتلوا 30 واحد والله 30 واحد وهو مهاب ولا خاف منهم طلع عنهم بحي صدر والله راح بطل وشهيد والله يدافع عن عرضه وعن شرفه ظلوا ينفذون علي وظلوا يضربون به حتى بعد ما نفذوا علي وشافوا مدد بكاء ظلوا ينفذون علي ويضربون به الحجار بالطابوق وحتى بالطلقات قتلوه بطريقة وحشية ومن ثم مثلوا بجثته جريمة مروعة حصلت في الزعفرانية حدود 30 شخص نعم وكلهم مغلب شلون صار الموضوع؟ الموضوع بأن أبو ليث نزل لهم من فوق شافوا أحد أصدقاء كانوا وياه واقف ليه هجموا عليه فما قبل المخل اللي غيرته مشخ قال لازم أنزل له فنزل عليهم مسدسه وطلع عليهم اللي راح ويا شاهد هو نعم 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 موضوع كان شاهد الأخ الموجود اسمه سال سيف التنفيذ شلون صار؟ التنفيذ بعد ما جمعوا قلت لك حدود 30 فهجموا عليهم هذول بيت الماخذين بيته يعني حاتم واخوته وحسين واولاده واولاد حاتم ايضا وياهم كانوا نعم فانجمعوا هنا بعد ما صارت طلاقات بيناتهم بعدين ابو ليث هنا كتف هو هذا حاتم الموجود اللي هو عم المصطفى وقع وإجا حسين قام ينفذ عليه وواحد من أولاد حسين أيضا كان ينفذ عليه احتقل عليه ضابط عراقي يقتل أمام مرأة عائلته بواسطة 30 شخصا طوقوه في منزله ونفذوا به وياهم عالم منتسبة وقفوا هنا بدال السيارة اطلاقه برجله واطلاقه هنا اطلاقه هنا واطلاقتين هنا واطلاقه بصدره وخير واحد أبو الدجداش اللي مبين بالتصوير الحسن دزلك إياه حط خير اطلاقه هنا براسه بس هذا ان شاء الله حقه ما يضيع هو منتسب ولازم الدوله تداعي بحقه بعد ما نفذوا علي جو ينفذون علي وعلى اخوي حاولوا ينفذون علي انا وعلى والدتي بس ما قدروا لانه الجيران طلعوا حتى والد حسين كريم راشد همين اجوا وحطوا المسدس براسي بس ما لحق لانه الجيران طلعت ظل هزموا كلهم انهزموا عمليه القتل حصلت على يد زوج ابنته التي طلبت الطلاق وعلى اثر هذا الخلاف تكون عداء بين الطرفين راد يفتح المشكله نعم بابا محاكاه ظل يتحارش بي قدام الناس اخر شيء قال لي يعني تحارش بي ظل يتحارش بي اتجاوز عليه قدام الناس تعدى عليه قدام الناس بعدين ضربه البابا دمال بابا اجاني للبيت قال راح اروح اشتكي عليه مركز الشرطه طيب بابا ياخذ ويا صديقك شاهد لانه هو شاهد المشكله شاف الحاله قدامه شاف الحادث قدامه نعم. اخذك شاهد ويا لمركز الشرطه راحوا هناك اشتكى عليه رفع عليه القضيه مركز الشرطه اجتمعوا عليه 30 واحد بباب المركز اجوا اجتمعوا عليه 30 واحد وكلهم مسلحين كلهم مسلحين زين اخر شيء مركز الشرطه قالوا له سيدي ما راح نخليك تطلع لأنه هم 30 واحد وكلهم مسلحين ويروحون يختالوك المغدور اتخذ جميع الإجراءات القانونية قبل عملية الاغتيال الملفت إن القتل حصل فور خروجه من مركز الشرطة هم ظلوا يترصدونه يعني متعمدين قتله no. قتله مع سبق الإصرار والترصد no. اجوا ينانه وصلوا الدورية وراحوا بعدها بابا يعني ظل واقف بالباب شافهم يعني انه اجتمعوا عليه من الجهتين من هذاك الفرع وهذا الفرع وكلهم طبعا مسلحين
دخل بابا البيت قال راح يقتلونه. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية. تتزايد شحات المياه في أغلب أحياء محافظة كربلاء، وقد كانت الواجهة صوب قضاء الجدول الغربي، حيث أصبحت جل أمان سكنة هذه المناطق الحصول على المياه الصالحة للشرب أو لسقي الأراضي الزراعية، ومنطقة الطنوبة انموذج. ماي ماكو، جهالنا تمرضت، الناس سوت برايم، البرايم كلها كبريت، يعني قام من يسبح بي جلده، يعني إلا كون صار مال جلدية وياه يسبح يتهن. نروح نشتري تناكر، التنكر ب 15 ب 20000 انفرغ عندنا، وش تسمع؟ تسمع عندك خزانين ابو الالف يومين انتهى. نحفر ابار، الابار ما هي مو صالح للاستعمال، اغلبيتها كبريت، وقاعد نعاني من هاي الحاله، وحاله يرثى لها، يعني ما تتوقع، يعني اكو مناطق يعني انزل لي جوا وشوف، لا يعني نزحت من الريف راحت المدينه. احنا ميتين من العطش، ماي شراب ماكو، ماي منتهين معده، جفينا، هاي اطفالنا انتهت زين، وها شوف حبوب صارت بجسمه، لا نسلبها كلها بماي كبريت، وتعبانين حيل. الاخطاء الفنيه في عمليه التبطين منعت وصول المياه الى اغلب الانهار الفرعيه، حيث بحت اصوات سكنه المنطقه والمناطق الاخرى من الشكوى دون استجابه، لتظل هذه الانهار تعاني من العقم المائي، والضحية هو المواطن. أستاذ بالنسبة للتبطين الرئيسي، أنا أص من العجمية، نهر العجمية الفرعي بسبعين سنتيم، وتوافدت علينا المسؤولين واشتكينا، ولا واحد سوانا حل صحيح ترقيعي. الحل صار ترقيعي، شنو ترقيعي؟ يعني فد يوم يومين يوصل لك الماي وانتهى بعد، وإحنا الآن من 2010 لحد الآن، وهاي السنة على شحت ماي شحت ماي وانتهينا، وهل تشوف عينك بيه المي شلون صار، النهر شلون صار من المي انتهى فرد نوب. معاناتنا العطش احنا، والله لكنا اللي عنده حلال باعه، اللي عنده طفيل بعد ما يقدر يسيطر على المرض ماله، الكبار السين تعذوا، هسه عاني من غسيل ثق، يعني اقوم شلون الحكه يصير جرب زين الى متى هيك. اسباب عديده ساهمت في اتساع دائره شحه المياه، منها عدم وجود استراتيجيه مائيه واضحه المعالم، والتوسيع المناطقي الذي لم يراعي الخدمات المقدمة. من كربلاء، حسن هادي، دجلة الفضائية. عند ذهابك إلى ناحية حمرين الواقعة شمال شرق محافظة صلاح الدين، ستكتشف إن الحضارة لم تصلها بعد، فالواقع الصحي متردد في ظل عدم وجود مركز صحي بعد دماره، والذي تم بناؤه قبل أكثر من 60 عاما، لينتقل المركز الصحي إلى دار مشيد غير صالح للعيش حتى. قرى حمرين هي قرى متناثرة، تأسست بها المستشفى الصحة، مركز الصحة والمركز الشرطة والمدرسة، اللي هي بال 1958، بس 76 بالحكومة السابقة جو بلطونا الشارع، وراحت الحكومة السابقة، والحكومة ما بعد 2003 مرونا مرور الكرام. هذا المركز الحاليا اللي احنا هسه متواجدين به، هذا تأسست من 58 وتهالك، وجاتنا منظمة وصورت المركز، وهذا القطعة موجودة يمك، وراحت وخلتنا، ما جانا مسؤول من صلاح الدين وانتبه وقال لهذا المواطنين انتوا شنو شغلكم شنو. أما الواقع التعليمي فلم يتميز عن سابقه، مدرسة آيلة إلى السقوط بعد تصدع جدرانها التي شيدت قبل أكثر من 60 عاما، والتي تستقبل طلبة وتلاميذ ما يقارب 5 قرى. الوضع الأمني مستدب وجيد، نطلب من الحكومة المحلية أنه تراعي هذه المنطقة لكونها بها مدارس، والمدارس أكثر المدارس، وهذه من ضمن المدارس المستهلكة اللي بها طلاب ما يقارب الحوالي أكثر من 600 طالب من أنثى وذكر. الطالب الموجود هنا حاليا هسا احنا اكثر العوائل الموجوده، حتى طلاب اولادهم ما عاد يدزوهم على المدارس لان المدرسه يخافون تقع. وعلى الرغم من انها منطقه زراعيه، الا ان مشكله الماء هي من اكبر المشاكل التي تواجه اهل الناحيه،
بعد تدمير منظومة الماء على يد عصابات داعش عام 2014، ليضطر الأهالي للسفر كيلومترات عدة لغرض الحصول على مياه الشرب. هذه المحطة تغذي أكثر من 12 قرية. طبعا عندما كانت شغالة كانت هذه القرى كلها تستفاد من هذه المحطة. بعد 2014 تعرضت إلى التخريب مثل ما تشوفونها، تعرضت إلى التخريب وأصبح الناس ما عندهم مي شرب. فاليوم اللي عنده سيارة يقدر يروح يمشي تقريبا 25 كيلومتر يجيب مي من الناحية، أما اللي ما عنده سيارة يشرب من مي النهر. قرية أو ناحية حمرين بلا خدمات، والأهالي يتساءلون فيما إذا كانوا عراقيين لينعموا بخيرات بلادهم أو من دولة أخرى فيشقوا طريقهم باحثين عن الحياة. من صلاح الدين عبد العزيز السامرائي، قناة دجلة. انتشار واسع للمجمعات الطبية داخل محافظة واسط دون ضوابط قانونية، فأغلب العاملين هم من جنسيات أجنبية. نقابة الأطباء في واسط تتحدث عن انتهاك واضح واستهانة بأرواح الناس، كون جميع الأطباء الأجانب الوافدين للمحافظة لم يعادلوا شهاداتهم في العراق، وشكوك تدل أنهم ليسوا بأطباء. في محافظتنا لا يوجد طبيب وافد واحد قد تمت معادلة شهادته أو الخضوع للقانون، القانون العراقي، قانون سواء قانون نقابة الأطباء أو قانون الخاص بمعادلة الشهادة. لا يمكن القول على أي منهم أنه طبيب لأن ما لم يعادل شهادته. أي واحد الآن، أي شخص يعمل بصفة طبيب لا يعتبر طبيب وفق القانون لأنه لم يعادل شهادته ببساطة. فهذا سواء كان هو خريج كلية طب أو خريج كلية أخرى، الآن عندما يعمل يعمل بصفة طبيب وهو ليس طبيب، وهذا أعتقد وفق القانون إذا يوافقني الأخصائي القانون فهو منتحل شخصية. مراقبون رأوا أن هذه المخالفات تقف وراءها جهات سياسية وحزبية متنفذة هدفها كسب المال، تدخل هذه الكوادر بعنوان السياحة الدينية، مما يستدعي وقفة حقيقية وجادة من الجهات المعنية للحد منها كونها تهدد أرواح المواطنين. واسع للمجمعات الطبية داخل محافظة واسط، وهي معظم المجمعات الطبية هي تابعة إلى جهات سياسية أو حزبية. اليوم نرى أن معظم الأطباء اللي جايين داخل هاي المجمعات نراهم أنهم جايين بفيزا سياحية إلى المراقد المقدسة، لكن اليوم يمارسون مهنة الطب وهي من أخطر المهن. اليوم نرى أن الجهات المختصة لم تستطيع مراقبتهم بسبب أنه معظم هذه المراكز هي تابعة إلى جهات سياسية. يفتح مجمع وتحت عنوان دكتور كذا واختصاص واستشاري، وبالنتيجة هو إنسان يجهل في المهنة ويكون في النتيجة النهائية المواطن العراقي ضحية لهذا الموضوع، وهذا كله ناتج عن غياب الرقابة. يعني لا توجد رقابة، أين وزارة الصحة من هكذا ظاهرة؟ على وزارة الصحة وعلى الأمن الوطني لكون القضية هي قضية تمس حياة المواطن العراقي. لم يقتصر موضوع الاستهانة بأرواح المواطنين من قبل الحكومات على استيراد الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية فقط، بل باتت حتى الشهادات الطبية مستوردة إلى العراق. من محافظة واسط، محمد الإمارة، دجلة. حسين صادق لم يكمل ربيعه 11 أصيب أمس برصاصة طائشة في نزاع مسلح أسفر عن مقتل شخصين أحدهم جده مختار منطقة الطابة جنوب بابل، حيث حدث النزاع الذي يروى إن سببه عدم رد السلام. حاليا مثل ما شوفنا داخل ردهة العناية المركزة بمستشفى الحلة التعليم العام، مساء يوم السبت محصول الحادث اللي حدث في محافظة بابل، تم استقبال الطفل حسين طالب، حالته جدا خطرة، وجود طلق ناري في الرئة، تم إجراء اللازم العمليات الطبية والتمريضية والصحية الكاملة اللي تم استقباله برفعة العناية المركزة البارحة الساعة 8:30 ليلا، وموجود حاليا بالعناية وتم تقديم جميع الخدمات اللي المطلوبة من خلال أطباء التخدير ومساعدي التخدير وكادر التمريض الموجود بالعناية المركزة. أيضا تم الإشراف عليه من خلال طبيب جراحة الصدر الدكتور وسام كاظم. إن شاء الله نأمل أن تتحسن حالته بالأيام القليلة القادمة، لكن حالته خطرة جدا. والله أمنياتنا ما تتكرر هاي الأحداث والمشاكل ما ترجع بعد. مستشفى الحلة التعليمي الذي استقبل جرح الطرفين والذي بلغ عددهم 12 شخصا بين جريح وقتيل، 3
نقلوا إلى صالة العمليات على الفور، وآخرون تلقوا الإسعافات في ردهة طوارئ المستشفى. تم استقبال 12 إصابة، كانوا 2 متوفين عند استقبالهم، وتم معالجة استنفار كامل لكوادرنا البطلة في مستشفى الحلة التعليمي بالتعاون مع الجهات الأمنية بحماية كوادرنا وحماية المؤسسة لتفادي حدوث أي صدام في داخل المستشفى. الحمد لله والشكر قدرنا أنه نسيطر على الحالة الصحية، أغلب الحالات كانت حرجة جدا، قسم منهم دخلوا إلى صالات العمليات، تم إجراء العمليات التخصصية، كان استنفار واضح لجميع الكوادر الطبية والاختصاصات الجراحية، تم إشراك أكثر من 5 أخصائيين جراحة واختصاص الكسور واختصاص جراحة الصدر، لأنه كانت الإصابات جدا شديدة وحرجة. قيادة شرطة بابل من جانبها تتخذ الإجراءات القانونية وتحتجز جميع الأطراف للتحقيق في هذه الحادثة التي اهتزت لها الأوساط الشعبية. لقناة دجلة الفضائية عمار الطائي، بابل. خلاف بين جارين حصل منذ زمن طويل، حل الخلاف في وقتها، لكن رغم كل هذه السنوات هنالك من يتربص. والله احنا قاعدين بالبيت وما عندنا مناسبة، عزيمة عندنا عشاء، لأن عندنا واحد جاي من الحج ومسوين ثواب إن شاء الله تعالى، ما حسينا إلا السيارات 2 طبقاً علينا اللي جاي ورمي عشوائي. رمي عشوائي بدون هي ما عندنا كله اختلاف وياهم. رمي العشوائي 4 مسلحين. زين 4 أشخاص؟ هنا سيارتين، واحدة هنا بس الأربعة نزلوا علينا اللي جاي مسلحين، 4 بنادق وبكيسيات ظلوا يرمون علينا. زين. إي. وال شنو اللي صار بعدين بالداخل؟ اريد تحكي. احنا بداخل البيت. داخل البيت. داخل البيت وانضرب محمد، وانضربت بالتبعينه. وين انضرب اصابته؟ وين صار؟ بطنه. زين. اي بساعته مات. زين. يعني توفى. اي هم قتل، هم جايين عليه متعمد. زين. يعني مشتهينا مشتهار. زين. ولد شاب هو يعني. اي مال 77. انا ومحمد اي والحادث وياي، هم نزلوا علي يردون يقتلوني. قتلوك ليه؟ اللي يعني. ضربه وطلقات وقعن بمحمد. فقام يرمي رمي عشوائي، قام يرمي على البيت. صار قدامك شلون درع يعني؟ بصف. نعم. اي وبنته. وجت طلقه ببته بعينها، طفله عمرها سنتين. سنتين فوق السنتين، طفله بعد. هاي الحادثه كلها. شلون توصف هاي الممارسات يعني؟ شلون توصف هذا السلاح المنفلت؟ هاي نسلمها بيد القانون، نخليهم بيد القانون. هم والقانون. محمد ضحيه اخرى من ضحايا السلاح المنفلت، فتحت عليه 3 مصادر للنيران، قتل غدرا. سمعنا صوت طلقات، طلع هنا بالباب، شاف بات لاحقنا بعد هنا، طاح هاي طيحته. لا حول ولا قوه. الطفله بحضنه. الطفله بحضنه وبعينها الطلقه. شنو وضعها مصيره؟ بداخل المستشفى. بعدنا بداخل المستشفى، والله كريم. قاعدين جوا، طلعنا بالباب وقفنا، ما حسينا الا مجموعه مسلحه. انتوا عزيمه عندكم؟ عزيمه كانت عندنا. نعم. مجموعه مسلحه هجمت علينا، اللي هم معروفين يعني، معروفين من المنطقه، قاموا بالرمي. وقعت بمحمد. كم سلاح نزلوا عليكم؟ 3 رشاشات. 3 رشاشات. نعم. يستوجب هذا الشيء يعني؟ لا والله استهتار، هذا استهتار وخارج عن القانون. الضحيه كان يحمل بيده طفلته ذات العامين، هي الاخرى تلقت رصاصه في عينها. طفله بيده. 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 وبعينها طلقه. وين تاليه هذا الرمي العشوائي وهذا؟ هو نريد نعرف اسبابهم، شنو السبب اللي خلافنا وياهم، شنو شعتهم ويانا، ما نعرف. مجرد هيك ما هم مقتصديننا اقتصاد على شنو، ما نعرف. هاي السيارتين، هاي شوف، هاي طلقاتهم كلها، وهذه الحيطان مالتهم، وهاي الطلقات هاي قدام، هاي اثار رمي. اي وهنا هذا هنا تعال، هاي هنا، هاي نعم، هاي هذا مكانه. نعم. هذا لا المكان. تقول مثلا طالع برا ولا شيء. نعم. داخل البيت طبعا علينا الرمي. شلون المطر؟ يطالبون الجهات المعنية باتخاذ أقصى العقوبات بحق المدانين. ناس خارج عن القانون واستهتار بكثرة صار. وراح بها شخص بريد. شخص بريء لا بها ولا عليها. نطالب سيادة وزير الداخلية اللي ياخذ الإجراء الصحيح، والقانون هو بعد موجود العدالة. ملاحقة الجنات. اي بعتهم وما عتهم، جماعة ما موجودين مهزومين، واحنا نريد من القضاء اللي ياخذ حقنا من عتهم. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.
بالهتافات والأهازيج تظاهر المئات من أهالي قضاء الكحلاء بالقرب من مقر الشركات النفطية الأجنبية احتجاجا على أزمة الجفاف التي ضربت مناطق الأهوار وتردي الواقع المعيشي لسكان تلك المناطق. احنا أهالي الكحلاء ناحية بني هاشم المعيل المشرح ناس كتلنا العطش، حلالنا انتهى، مزارعنا انتهت، عوائلنا كلها صابتها أمراض جرب وجدري من سبب الماء والتلوث من سبب الشركات البتروتشاينا والصينية. مطالبنا اليوم نريد ماء، نريد كهرباء، نريد تعيينات فرص عمل. هذه الشباب الضالة شوف وجوهها بكاتلها يعني باكيت جقاير ما يقدر يشتري لهذا الشاب. التظاهرة التي قطعت الطريق المؤدي لشركات النفط طالبت بتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل للعاطلين، مهددين باستمرار احتجاجاتهم بعد إهمال الجهات الحكومية لمناشداتهم المستمرة. قضاء الكحلاء ناحية بني هاشم احنا ماي ما عندنا فور، كلش ماي ما عندنا، حلالنا موت، سمشنا كنا نصيد به راح كلها نشفت، فاحنا ما ننتهي مظاهراتنا منا لما نشوف الماء يجينا والكهرباء تجينا. عمل بالشركات ما عندنا، احنا كل احنا بطالين من العمل ما عندنا. فامراض هذا انا واحد منهم، حولت ورا الحلال مالنا صار عندي جرب، هذا جلد كله جرب. احنا ملينا من المناشده وملينا من الحكي، حكينا ويا كل المسؤولين وما صارت. احنا هسه نريد حصتنا، هم هسه مخلين الماء كله للبصم وشينا. احنا ناس ضعفاء وبيوت متفرقه، ما مو تقول مجتمعنا حتى يصير لها، فأريد كهرباء وأريد الحكومة التفاتتها إنا. ويشهد قضاء الكحلاء وناحيتي المشرح وبني هاشم موجة جفاف تسببت بهلاك الأراضي الزراعية ونفوق المئات من المواشي، فضلا عن تفشي البطالة بين الشباب، على الرغم من كون القضاء يضم أكبر الحقول النفطية في البلاد. من ميسان حيدر الساعدي، قناة دجلة. أصبح نحن بس نوصل الباب البنك ايش عندك، وهم فلوسهم عندي مو أنا فلوسي عندهم. ذهبت من هول الضغوطات التي تعرضت لها في العراق بعد الاستيلاء على منزلها وتفاقم مرضها، ذهبت للبنان. تعرضت لأكثر من تحايل بالعراق، اللي حصل أنه بيتي تم احتلاله وعلى أيدي بوقتها مجهولين. أنا تمرضت ونقلوني إلى لبنان، عندي ورم براسي. كانت تظن أنها أصبحت بمأمن في الأراضي اللبنانية، نقلت جميع أموالها إلى هناك، لكن الصدمة كانت أكبر بالنسبة لها. خليت فلوسي بالبنك، أكيد يعني سحبنا قسم من عندهم الوضع الصحي، وإلا ب 2019 تنحجز الفلوس كلها. من 2019 لحد الآن دولار واحد ما قبلوا يعطوني، حتى تكت رحت عليهم أريد تكت، أريد أرجع البلدي ما حد قبل ينطي تكت. المتبقي حاليا 233 ألف دولار. المصارف اللبنانية، مصرف لبنان IBL بالأشرفية. طرقت أبواب جميع المسؤولين اللبنانيين لكن دون جدوى. ما خليت جهة، أول كان بعد سعد الحريري رحت على بيته وعلى أساس المقر مالته يوصلوا له، وصلوا له أو لا، قالوا هاي الشغلة ما نتدخل بيها وهذا انهيار دولة وخلي دولتك هي تتصرف. بعدها ما خليت وزير، ما خليت رئيس كتلة. آخر شيء تمرض زوج بنتي، رحت عليهم والصورة عندي، هو بالعناية المركزة ودا يموت. قلت لهم رجاء موضوع إنسان، اعطوني من جوكم، تبرعوا لي ما أريد أنا الوديعة بطلت ما أريدها، بس تبرعوا لي، اتصلوا بأي جهة إدارية، وزير، متبرع، الشاب راح يموت، الشاب مهندس. السفارة العراقية في لبنان لم تحرك ساكن، مئة العراقيين هناك ذهبت أموالهم في المصارف اللبنانية. دق التليفون مكتب رئيس الجمهورية وياك، احنا ندليك. قلت له تفضل استاذ، شو تدليني؟ تعرفين سفارتك وين؟ قلت له اكيد اعرف سفارتي وين. ترحين وما تطلعين، تقعدين بالسفارة وما تطلعين. دول قدرت تحل جاليتها،
فانت تتصلين بدولتك. رحتي للسفاره؟ اخذت رحت للسفاره قلت لهم اتصلت برئيس حالوني على مدير الاعمال يمكن اسمه مهند. قعد اكثر من ساعه وياي. احنا رواتبنا بالليره احنا دا اقول لك انا مريضه عندي ورم. وحاليا هسه انا يمك حاليا هنا استئصل الورم. حاليا عندي ورم صغير باليسرى وانا محتاجه استئصال، لكن عندي بيت الاولاد اهم من صحتي. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية. بلى والله. بس المستشفى 25. 80 مصابا بحالة تسمم بعد تناول إحدى الوجبات السريعة كانت قد أعدت من إحدى المطاعم المعروفة في بغداد لعائلتين إحداهما قدمت من مدينة الموصل لتنظيم حفل خطوبة أبنائهما. كانت عندنا حفلة خطوبة ببغداد بحي الخضراء ببغداد، فاللي إجوا تقريبا يعني من طرفنا ومن طرف البنية يعني قريب 100، فجبنا لفات همبرجر من أحد المطاعم القريبة هناك بحي الخضراء. فبال 12 بالليل بدأت الأعراض تظهر، يعني يعني تقيؤ وإسهال شديد وسخونة حرارة يعني ما تنوصف. فبالليل من الصبح فإسهال وهاي الصبح وديناهم للمستشفى، يعني من طرفنا يعني تقريبا من طرفنا فات 25 واحد من طرف الولد، وقسم راحوا للموصل هم خابرناهم هم يعني خطار هم كانوا جايين خطار أصلا الولد وأهله من الموصل جايين. والصبح خابرنا أهل البنية تقريبا 30-40 واحد من عندهم هم نايمين يجوا للمستشفى مستشفى اليرموك، والأطفال ما استقبلوهم مستشفى اليرموك يقول حدث وجوه 18 لازم على مستشفى الطفل حي الإسكان. تقريبا هنا الجهال شفتوهم فد 10 نسوان فد 6-7 الكبار هم فد يعني المجموع هنا فد 20-22 شخص هنا وبالمستشفى بعد يمكن بمستشفى اليرموك. وأنا ببيتي هم 2 هم نايمين يعني مشكلتهم بس دا ينامون من الصبح لي هسه. عندي سخونة ووجع بالرأس ومعتي بها مغص يعني كل جسمي يأذيني. اي نعم. من انت شفت بالمستشفى شنو قالوا لك؟ انا رحت على المستشفى يعني ما حتى مغذي ما حطوا لي يعني لان يعني كنت مو كلش تعبان بالبدايه، بعدين نمت وقعدت صارت عندي هاي الحاله والوجع زاد اكثر. وبدلا من تلقي العريس للتهاني تحول منزله إلى ردهة صحية تضم أكثر من 20 مصابا حتى الآن لتلقي العلاج على حسابهم الخاص. أنا ممرض خاص يعني برا جابوني، فجيت عليهم شفتهم كلهم درجة حرارتهم مرتفعة وهذا النحول كله طبيب ما طبيب، المهم هسه بالطريق طبيب يجي عليهم، بس أنا هسه كشي مؤقت مغذي وخافض حرارة والفلاجيل الذين علي أقوم بهن يعني، بس هذني بعد ينتظر الطبيب يشوف شو يقرر لهم. يعني حالتهم المفروض مستشفى؟ المفروض طبعا مستشفى عدد كلش هواي، اكو بعد جوا واكو فوق، يعني ساني بوحدي صار لي ساعتي دا اشتغل بيهم ما دا افرزن بيناتهم، يعني واحد اعطيته باراسول واحد فلاجيل بالقوه دا اركز عليهم، هاي بس البلهولس اللي قدامك، بعد جوا ما طبيت لهم والفوق ما صعدت لهم. يعني خصوصا يمكن الاطفال يتاثرون الاطفال هسه بعد لحد الان طبعا هاي النحول هاي هسه يراد لها مغذي ويراد لها فلاجيل بعد ما اعرف تحاليل يراد لهم يعني دكتور يشوفهم هو مو هيك. ندى المرسومي من بغداد قناة دجلة. 17 سنة وسوق بعقوبة مغلق أمام مرور العجلات بسبب الأوضاع الأمنية. اليوم تم فتح الطرق أمام المركبات والدراجات النارية في مشهد أعاد للأذهان ذكريات الماضي، لكن قرار فتحه رفضته شرائح مختلفة الذين يعتمدون على السوق وحركة متبضعيه مصدر رزقهم الوحيد، أولهم أصحاب مركبات الأجرة حيث كان ردهم. السوق مفتحه هي مضرة كل الناس، على التاكسيات على المتاكسيات، هو لو التاكسي لو يشتغل لو يخلوه بأماكن يخلوه يشتغل كان وقف غير مكان، نوقف هنا احسن بهواي ما ندخل جوا للسوق. زين انا من الناس انا لو مضطر ما ادخل للسوق نهائيا. لا والله يبقى على الخارج احسن، لان هنا حتى الحركه مال البيع الناس تتجول
حتى تتجول براحتها. هسه كل ساعه العالم سيارات وراهم هورنات وهذه، فالشغله مزعجه يعني الصراحه. غير افتتاح الطريق امام حركه العجلات اظهر بعض السلبيات التي فاقت الايجابيات وفق مواطنين واصحاب البسطيات الذين أعلنوا عن إصابة عدد من المواطنين المتبضعين بحوادث سير نتيجة الاختناقات البشرية التي تعيق حركة مرور العجلات. هسه حاليا سوقنا صفر، أتصور أنا مفتح من الساعة 8 الصبح لحد الآن ما مشتغل ب 3000 دينار. البارحة صارت حادثين هنا بالتقاطع هذا. حادثين صارن يعني دعموا يعني مرة تمشي بالشارع جابوا التيك توك دعمها ومشى، أبو سيارة دعم واحد هم ومشى. تو أني واحد أبو تاكسي دعمني تشغلبني، يعني سوق ازدحام مزدحم، السيارات كثافة مو مثل قبل، هسه هواية سيارات وهواية تكاتك زخم، يعني من الناس ساعة واحد حتى المريض تشتري من أبو شمبر من أبو محال ما تقدر. فيما وصف آخرون أن قرار فتح الطريق بالجيد وسيسهل الحركة أمام المتبضعين والمرضى الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى عيادات أطبائهم، مطالبين بالاهتمام بإنارته وترتيب مدخله. جيدة ومهمة بالنسبة للمعقوبة وفتحها كل جيد. أكو هواية مرضى يجون لهنا، يعني نضطر لو ننقلهم يعني بعربانة لو شيء، وتعرف الشوارع شلون يعني مضعضعة. هذا سوقنا قديم المفروض نعتني به، أكو تراث به، أكو محلات قديمة. إعادة فتح طرق سوق بعقوبة أمام حركة العجلات بعد مرور 17 عام قرار وصف بغير المدروس ويحتاج إلى إعادة ترتيب، بالإضافة إلى الاختناقات التي خلفتها العجلات والتكاتك، لتبقى الأيام المقبلة هي الفيصل بنجاح القرار أم من عدمه. علي إبراهيم، قناة دجلة، ديالى. لم يتحمل ضغوطات الحياة، حرق نفسه في أرضه التي وصلها الوحش الأصفر ليزيل مشيداتها. زامطه وحرق نفسه، قلب الأمانة، قال له إذا ما يطلع تفنى بالسكلة مالته. بس هذا هو زامطه بالاسم، قال له إذا أنت الشمري تحرق نفسك أحرق نفسك طبق مرض. ولا الشعب بغيرة، يقوم دا يشترون المراسم بفلوس، دا يشترون المراسم بفلوس ودا يجبون بيوت الشعب. هذا ترك خلفه عائلة كبيرة، يقول ذو عباس إنه ضحى بنفسه من أجل الإبقاء على منزل عائلته والحفاظ عليه من خطر الهدم. يعني والله أبو الغيرة صدق أبو الغيرة، أخذت فلوس وأنا أبو الغيرة صدق أبو الغيرة، يقول أنا عباس، قال أنا عباس أبو الغيرة، قال أنا عباس أبو الغيرة، أنا عباس أبو الغيرة، وإحنا نريد أهل الغيرة تتابع هذا الموضوع وشوف شنو قضية الناس هاي شلون. ترك ست أطفال وترك بيت بعد، ومرته استوها والده بيوم اللي حرق نفسه بعد، حسبي والله نعم الوكيل بعد. الدولة عم ما قد دولة يا دولة. هنا في الزعفرانية وفي مراسم تشييع عباس، الأهالي عبروا عن غضبهم وهم يودعون ابنهم إلى مأواه الأخير. هاي جريمة المشتركين بها آمر فوج هاني والمستثمر، ناس لا اتصال بالحكومة ولا بالبلدية ولا أي مكان. ترك ست أطفال قطيع. هذا ترك ست أطفال، يعني هذا زين، وهذا واحد من هذه متآمرين علينا. الله وكيلكم أحمد كيفنا. مو أكو هيشي جاي بطريقة بسلاح ورمي عشوائي وركض الرمي للرموة، خلي يروح يرمي على داعش، مو يرمي على منطقة سكنية قاعدة بها عوائل وأطفال ومرضى. المفروض اكو تعويض، اكو طريقة، اكو دبلوماسية، يقعدون وياهم ويا الناس الخير هنا بالمنطقة. اصابع الاتهام تنمى الى القوة الماسكة للارض هناك، اتهموها بالرشوة والابتزاز وبمقتل عباس ايضا. ياخذ فلوس شاك وربع اخذها من العالم لخليه يطي، وما اخذ 15 شدة من المستثمر هو وابو البلدية الا طالع، والشبلات اهليه مو حكوميه وطالع بفلوس. اليوم يجي هنا كل بيت ابني ياخذ من عنده مليون، امر فوج بنفسيته يجي كل بيت يقول اعطيني مليون لاعتق لك. من بغداد مصطفى لطيف، قناه دجله الفضائيه. لا زالت الالغام المنتشره على الحدود العراقيه الايرانيه تحصد أرواح المدنيين المزارعين والرعاة والمواشي أيضاً، فسكان قرى أطراف ناحيتي مندلي وقزانيا القريبة من الحدود
الأكثر تضرراً من وجود هذه الألغام. نور شاب يسكن قرى أطراف ناحية قزانية، خرج يرعى المواشي وعلى بعد 500 متر عن منزله انفجر أحد الألغام عليه ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. طلع الساعة 6 الصبح من بيتنا، سرحت بالغنم السبح، هي طقت علي، طبعا طمرة طقت على عمي والعمامي، هن سيولي يجيبنا الألغام، يعني كل سنة يطق على إنسان وعلى حلال على مكاين، وهاي طقت على وسط صابيعي. اي هن سيولي يجيبنا الألغام. ولم يكن نور الضحية الوحيد في القرية. في ظل انتشار الألغام بكافة أنواعها وأحجامها، فهناك العديد من الضحايا بينهم نساء وأطفال، جميعهم من سكان قرى أطراف ناحيتي مندلي وقزانية، فالألغام تأتي نتيجة السيول التي كانت تصل من الحدود مع إيران. ومو بس هو، يعني عندنا بالأربع خمس نفرات على الحال هذه. فقط من أقرباءكم؟ يعني. إيه هاي من عدل اللي استشهدوا، زين ثلاثة عدنا استشهدوا، هم من أقربانا يعني بنفس القرية. الألغام بشكالها زين، بس ما أجتنا لجنة ولا أحد وصلنا ولا أحد قال يا أبا هذا شلون كذا شنو سالفته، ماكو يم البيوت ما نخلص منها. أنا أقول لك الحلال متأذي بها، الإنسان متأذي بها. 34 عاما والألغام منتشرة على حدود ديالى، بالرغم من كثرة مخاطرها على سكان أطراف ناحيتي مندلي وقزانية، فضحايا الألغام في تزايد مستمر، يقابلها إهمال حكومي لتبقى حياة المواطنين في دائرة الخطر. علي إبراهيم، قناة دجلة، ديالى. صرخات يطلقها هؤلاء الأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية ولاديا، والتي ازدادت نسبتها مؤخرا في الديوانية، منها معقدة ومنها بسيطة. فبحسب مختصين أن أسباب ارتفاعها جاءت نتيجة لدرجة صلة القرابة بين الزوجين، كذلك الاستخدام الخاطئ وكثرة العقاقير الطبية أثناء فترة الحمل. متنوعة الحالات اللي متوفرة هسه عندي، عندي فتح حجاب حاجز، يعني صراحة حالة معقدة كلش كانت، فتح حجاب حاجز أيمن. عندي حالة انسدادة مع أولادي، العملية ذاك الأسبوع صارت، فهم نوع من أنواع التشوهات الخلقية المعقدة كانت بصراحة، كان التشوه كلش معقد. أسباب التشوهات الخلقية بصراحة هي متنوعة، أغلب الأسباب التشوهات يعني علميا أنه تكون غير معروفة. أكو عوامل مساعدة الصراحة هي تساعد على التشوهات الخلقية، مثلا يعني صلة القرابة بين الأب والأم يعني تلعب الدور كلش أساسي. دائما ننصحنا بهذا الموضوع، نقول أنه أكو احتمالية كبيرة أنه تصير تشوهات خلقية في حال إذا كانت صلة القرابة من درجة الأولى بين الأب والأم. السبب الثاني ممكن يكون أنه العمل الوراثي يلعب طبعا في الدور كلش مهم، إذا أكو أمراض يعني وراثية موجودة بداخل العائلة حتى وإن كانت من بعيد، ممكن السبب أنه نوع من أنواع التشوهات الخلقية بغض النظر عن نوع التشوه اللي يكون، ممكن يكون تشوه بسيط معقد متوسط أيا كان. تناول عقاقير الطبية أثناء فترة الحمل ممكن هذه هم يلعب دور مهم يعني بتشوهات الخلقية. عوامل ومتغيرات بيئية سببت ازدياد التشوهات للأطفال، فتكون في منطقة القلب تارة وفي الأجهزة الهضمية والعصبية تارة أخرى. من أهم أسباب التشوهات الخلقية للأطفال اللي احنا جاي نلاحظها من خلال عملنا بوحدة الإنعاش الرئوي وبقية حسب متابعتنا بقية المؤسسات، أنه هي مثل ما تعرفون العراق حصل بعدة حروب، يعني أنواع الأسلحة كثير من الأسلحة ضرب بها، فهاي تركت أثر سلبي على صحة الأجنة، وحتى أثناء الولادة يكون عدة تشوهات بها. الأسلحة طبعا تسبب عدة تشوهات مثل ما تعرفون، مرات تشوف طفل يعني يجي فلج الشفة أو يعني الأعضاء الأطراف، تشوهات القلب مثل ما تعرفون مرات فتحة يصير بيها. بالحقيقة بالسنوات الأخيرة أكو زيادة وتشوهات من نوع التشوهات اللي يعني ما مطروقة قبل. قلة الوعي الصحي في استخدام العلاجات لدى المرأة الحاملة، مع دعوات لإقامة ندوات تثقيفية داخل المؤسسات الصحية تجنبا لازدياد هذه الحالات. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.
تجارة بشعة يعاني منها المرضى في العيادات الخاصة والصيدليات الأهلية لما فيها من استغلال لحاجاتهم بسبب رفع سعر العلاج لدرجة كبيرة، ويحصل ذلك من خلال كتابة البعض الوصفات الطبية مشفرة لا يفهمها إلا صاحب الصيدلية المعنية. هذا الشيء طبعا موجود بس مو هواية، هو تعامل خاطئ، وأغلب الأطباء 90% يرفضون هذا الشيء، وهذا الشيء مو صحيح. عادة الطبيب يخير المريض، يقول له أي صيدلية تعجبك تعامل بها، بس لو الطبيب فرض صيدلية على المريض هذا الشيء مو صحيح، وهذا الشيء ممنوع أخلاقيا وطبيا. فإحنا ندعو جميع الأطباء لأن الالتزام بالأخلاق الطبية العامة ويا المريض، وما يفرضون على المريض صيدلية خاصة. كل الأدوية متوفرة وكل الأدوية موجودة وأسعارها إن شاء الله مناسبة، وإذا صار هذا الشيء فهذا الشيء 90% من الأطباء يرفضوا. يشكون حالهم إلى الجهات المعنية ويطالبونهم بالتدخل لتخليصهم من الاستغلال، حيث حول بعض الأطباء مهنتهم الإنسانية إلى تجارة تدر عليهم الكثير من الأموال. العلاج هسه مثلا تجي للدكتور، تأخذ من عنده وصفة، الوصفة يعني مثلا يحدد لك الصيدلية اللي بصفة، مثلا غير مره متى تجي تاخذها، تجي تاخذها غير مره من غير صيدليه بتحصلها الا نفس المكان. يعني شو انا مثلا اسال عن نقول بالاسكان، مثلا ما تجي للعسكري ما تحصل شريط مثلا او الدواء ما تحصله الا نفس المكان مال الدكتور. اكو اطباء صيدليات يعني ماكو الا من صيدليه هو الطبيب اللي يقول لك عليها تروح له، تدور بغير صيدليه ما تلقيها، بس بهاي الصيدلية حصرا ما تعرف شنو اتفاق، تروح للمختبر نفس الشيء، تجي للسونار نفس الشيء، ما تعرف يعني، والمواطن هو الضحية. صفقات تجاوزت بشاعة اتفاق الفاسدين من الساسة، والمرضى لا حول لهم ولا قوة، ففي الواقع لا طبيب يرحم ولا جهة مسؤولة تضع الحل الأنسب لتخليصهم من تجار البشر. من النجف طاهر العساف، قناة دجلة.